الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مع لقاء يتجدد مع أفضل أيام الدنيا وهذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات، والذي لن يمر عليك في هذا العام كله موسم أعظم عند الله من هذا الموسم وأحب إلى الله من هذا الموسم. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. العشر الأوائل من ذي الحجة نريد أن نعمل صيانة عاجلة للصلاة في بعض حياتنا، بعض أبنائنا في هذا الصيف الطويل أو في هذه الأيام الإجازة التي تمر به ويمر بها ويعبرها، لربما فرط في بعض الفرائض، لربما عبث بمواقيت الصلاة، فيصلي العصر مع المغرب ويصلي العشاء مع الفجر ويصلي الفجر مع الظهر، عبث بأوقاتها، والله جل وعلا لا يقبل سبحانه أن يعبده العبد على هواه، لا بد أن يكون هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله شرع شرائع ووقت لها أوقات وجعل لها شروط ولا يقبلها قبلها، والشرط يسبق المشروط، لا يقبله قبله ولا بعده. أرأيتم يا من لا يهتم بالصلاة أن تؤدى في وقتها، لو أن حاجا قال فاتني الحج هذا العام وأريد أن أحج في محرم أو في صفر، لضحك عليه الناس، يقول سأقف بعرفة وأبيت في المزدلفة وسأرمي الجمار وأبيت في ميناء، ما الذي يتغير؟ سيقول له الجميع الصغير والكبير نعم جميع واجبات الحج وأركانه تؤديها، إلا أن من شروطه الوقت، وأنت حججت في غير الوقت. أعطني أذنك أيها الابن، وأنت أيتها البنت الغالية، أليس العبث بمواقيت الصلاة كالعبث بمواقيت الحج؟ أليس الصيام في رمضان، لو أن أحدا أراد أن يصوم عن رمضان ولا عذر عنده، يريد أن يجعلها في أيام الشتاء القصيرة وقال سأصوم 30 بل 40 لكن لا أريد أن أصوم رمضان، فنقول ما يقبل، لأنك خالفت شرطا وهو الوقت. لذلك أقول لمن هو أدرك العشر الأوائل من ذي الحجة، يا من من الله عليك بهذه المنة وقد مات غيرك وابتلي بالأسقام غيرك وهناك أنين تحت الأرض يتمنون أن يعودوا، أعظم شيء يريد الميت إذا عاد أن يعمله أن يصلح صلاته، لا أن يحج البيت الحرام. الله يحب العمل الصالح في هذه العشر، لكن اعلم أن رأس العمل الصالح بعد التوحيد الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. كل هذه أوامر تبين لك أن كل أعمالك الصالحات لا ينظر لها يوم القيامة حتى تنجح في اختبار أصلاتك مقبولة أم مردودة. الصلاة خطورتها أنه ليس في الإسلام شيء
تركه كفر إلا هي. ليس هناك شيء يخرج الإنسان من ربقة الإسلام ومن بوابة الإسلام الواسعة إذا ترك إلا الصلاة. ولذلك بعض أهل العلم يقول سواء تركها جحداً بها أو تهاوناً في أدائها الحكم واحد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية أشرك. الأمر خطر. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان، ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.